لا تكتب سيرتي للعابرين فحسب، إنما تغنى بسمائي وأرضي، أخبرهم أن طريقي من هنا، وأني بابتسامة الزهر أستقبلهم، وطيب لقاء الود أعانقهم، لأروي لهم حكاية واد يقع بالقرب من دير أبي سعيد غرب محافظة إربد، ألا وهو وادي زقلاب، حيث الهدوء والجمال. إحنا في منطقتنا هنا يعني نحاول أن نبقي بيئتنا نظيفة أولاً، ونركز بهذا المجال مع المواطن والتوعية مع الشباب والرحلات وزوار المناطق، بالإضافة إلى أن هذه الأشجار يجب أن نزيد عددها ونكثرها ولا نعتدي عليها لتبقى للأجيال القادمة. إحنا هنا في تنوع نباتي يعني نعتز فيه في هذه المنطقة، ودائما نتمنى أن هذه الغابات أن تزداد يوم عن يوم وتزداد مساحتها في هذا الوطن الغالي علينا. وبين سفوح الوادي يضم بين جنباته سد شرحبيل بن حسنة المعروف باسم زقلاب، وهو سد مائي يقع قرب الشونة الشمالية في منطقة الأغوار التابعة لمحافظة إربد، بحيث أنه أول السدود في الأردن. تأسس هذا السد عام 1963 بسعة حوالي 4 ملايين متر مكعب لتروية الأماكن الزراعية والوحدات الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية. كان السد يعتمد في الماضي على عدة من الينابيع موجودة في وادي زقلاب في لواء الكورة، لكن حاليا معظم الينابيع هاي جفت، فالتخزين المائي للسد تراجع من 4 ملايين إلى حوالي مليون متر مكعب، وهي أهم مشكلة تواجه سد زقلاب في الفترة الحالية، إضافة إلى أن السد يحاج إلى كثير من أعمال الطمي وبحاجة إلى تنظيف حتى يأخذ المدى الأساسي الذي تؤسس من أجله، ويمكن عمل مجموعة من الاستراحات السياحية على بحيرة السد. إحنا كجمعية مهتمة في مجال حماية البيئة نطالب الجهات المختصة وخاصة سلطة المياه ووزارة السياحة ووزارة الزراعة الاهتمام بهذا السد من حيث تزويده بكميات كبيرة من المياه الداخلية له، إضافة إلى إقامة بعض الاستراحات أو المنتجعات السياحية. وبهذا المجال بشكر وزارة السياحة وزارة الزراعة الأردنية اللي أقامت أول مشروع للتحريج على ضفاف هذا الوادي منذ عام 30 عاماً، وهو مشروع باعتقادي من المشاريع الناجحة والرائدة في منطقة تحريج سد زقلاب. من أجل لحظة صفاء للروح والقلب ولتتسلل نسائم الهواء النقية إلى سويداء قلبك، ما عليك إلا أن تكون اليوم أو غدا في كنف وادي زقلاب ليترك لك في النفس كل معاني الصفاء والنقاء، وأنت لطالما تمعن النظر في أزهاره وأشجاره لعلك تسطر للمارة قصة عشق للأرض والمكان.